السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف اخواني ان شاء الله تكون بخير ما بكراش يا شباب اول ما ينذكر بيخطر على بالي بناية الاشباح حية اللي قدامكن فببداية الجولة اول ما تبلش بتلاقي التيمات كلهم هيجمي لهون وبيحاولوا يسيطروا على البناء لأن اللي بيسيطر 90% هو راح يكسب الجولة فمشان هيك يا شباب أنا جبت لكم أماكن للتخريم وأماكن لرمي القنابل وأماكن سرية يا شباب أماكن القنابل ركزوا عليها احتمال جيبوا منك كيل كلين ثلاثة فأنت وحظك لأن القنابل راح تنزل بشكل عام لهون على هالمنطقة اللي هي دائما بيكون فيها تجمعات فقبل ما نبدأ يا شباب بالفيديو أتمنى منكم لايك واشتراك حتى نستمر بهي السلسلة إن شاء الله خلونا نشرح لكم المكان الاول يا شباب فريق الخصم بعد ما يزرع القنبلة بالاي ففي واحد راح يكمبر بالطابق الاول وفي واحد راح يكمبر بالطابق الثاني احتمال تسعين بالمية فمشان هيك انت كل ما عليك تجي لهون بهذا الشكل محل ما عم لكم شوفوا يا شباب هذا الطابق الاول شوفوا هذا الطابق الثاني شوفوا الطابق الاول وهذا الطابق الثاني كلان كتير حلوات دايما بتشيلون اذا ما جبت كلان بتجيب كل يعني استخدم المكان فاوكي خلينا ننتقل للمكان اللي بعده المكان اللي بعده يا شباب ركزوا عليه ضليت اكثر من ساعه عم اتعزى فيه حتى اكتشفت لكم يعني ممكن تشيل من هون يا شباب كل او كلين او ثلاثه يعني هذا المكان بيصير فيه تجمع شوفوا وين بتنزل القنبله يا شباب مكان كثير حساس فهمتوا علي كيف فاوكي هلا خلينا ننتقل للمكان يلي بعده المكان اللي بعده يا شباب تجلى هون اغلبنا بيعرف انه هون دائما في واحد بوقف اغلب الاحيان بكون معه سنايبر فانت كان عليك تطلع من هون على الكرسي وبتنط وبتحسن تجيبه من هون بكل سهوله هو ما راح ينتبه عليك كثير فما كان كويس لا باس فيه يا شباب المكان بعده يا شباب بتجي لهون بهذا الشكل محل ما اشرت لكم بتوافوا هون فاذا كان في واحد على السطح بتشيله ما راح يحسن يشوفك لاني في شجر 100% ما راح يحسن يشوفك افضليه لك المكان اللي بعده يا شباب اذا كان في واحد في البيت ما عم تحسن عليه فانت كل ما عليك شوفوا هلا على ركزوا معي بتطلعوا لهون اوكي بعدين بتنطوا نطه على الخفيف لهون بعدين بتنطوا لهون تدخل عليه بكل سهوله ما راح ينتبه عليكم المكان بده شويه تدريب يا شباب اوكي تدربوا عليه وان شاء الله راح يصير معكم فهلا خلونا ننتقل للمكان اللي بعده يا شباب المكان اللي بعده يا شباب مهم جدا يا شباب عندكم احتمال 90% تجيبوا دائما كلات من هون لاني هلا المكان راح تجي فيه القمدة دائما بصير فيه تجمعات بالاخص بدايه اللعبه فركزوا على هذا المكان وان شاء الله دائما بتجيبوا منه كلات اوكي شباب هلا خلونا ننتقل للمكان اللي بعده المكان اللي بعده يا شباب تطلعوا لهون رجع امك لهون فهمتوا علي كيف واضح يعني الشرح واضح تطلعوا على الشباك من هون بحسن تجيبوا لاعب فاوكي يا شباب هلا خلونا ننتقل للمكان اللي بعده اذا كان في واحد واقف بالطابق الاول وانت من الطرف الثاني فكل ما عليك تيجي لهون بهذا الشكل وراح تحسن تخرق الطلقه من هون بتجيب كلب بكل سهوله فاوكي هلا خلونا ننتقل للمكان اللي بعده يا شباب الكل بعده بتجي لهون وشوفوا في اطلالة على الدرج هون السلم دائما في عالم بتوقف هون يا شباب بتعرفوا هذا الشيء فبتحسن تشيلوا كمان من هون كله فاوكي هلا خلونا ننتقل للمكان اللي بعده المكان اللي بعده جهه السرير لهون تبرك واذا في واحد هون بتحسن دائما تشيله بكل سهوله وهو ما راح يحسن يشوفك فاوكي يا شباب هلا خلونا ننتقل للمكان اللي بعده المكان اللي بعده يا شباب بتطلعوا على هذا الشباك بهذا الشكل ركزوا معي وإذا في حدا معدي من هون بتحسن تشيلوه وهو ما راح ينتبه عليكم أساسا دائما في عالم تعدي من هون بالأخص بداية الجولة بتعرفوا هذا الشي بس يا شباب هي كانت الأماكن أتمنى تكون عجبتكم أهم شي ركزوا يا شباب على القنابل القنابل دائما بتجيبوا منها كلات ففي شغلة بدي أنصحكم فيها يا شباب هلا أنتم بعد ما تشوفوا هاي الأماكن ما تروحوا فورا على التصنيف وتبلشوا تجربوها لا أول شي تدربوا عليها تجيب احد الاصدقاء من عندك وتدخل انت وياه عروم وبلش شوي شوي تدرب على الاماكن الاماكن بدها تدريب يعني ما هي سهله يعني بدها شويه تدريب لازم تتعود عليها ففورا ما بتحسن تطبقها اول شيء لازم تتدرب عليها فهمتوا علي كيف فتدربوا عليها بعد ما تدرب عليها هداك الوقت روحوا وجربوها بالتصنيف وانا بوعدكم رح تجيبوا كلات بالاماكن اللي قلت عليها يا شباب لاني انا دائما بجيب لنا كلات فهمتوا علي كيف وبس يا شباب اتمنى منكم مشاركه الفيديو اذا عجبكم وبتشكر كثير الاصدقاء يوسف محمود يلي ساعدوني بالتصوير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته